طب نتكلم عن ليلة الزواج، مين هم أصدقاء صلاح عبد الله المقربين اللي عزمتهم يحضروا ليلة الفرح؟ كان مين؟ يعني من أصدقائك أذكر طبعا المقربين؟ الكلام ده سنة 89. أذكر كان هو اللي حصل إيه، أنا ما عملتش ما عزمتش لحسن تغالي بعد 11 سنة، أصحابي زعلوا مني ده. ما هو في ليا أصحاب أنا بخوف صغير شوية ممكن ما يزعلوا عزمناش في منك. فرح ويقطعوني بسبب الموضوع ده. لا أنا ما عزمتش، إنما هو بالصدفة اللي عرف يعني إيه المقربين قوي اللي عرف منهم ايه شارك بقى بنفسه. يعني المؤلف الشهير الاستاذ لين الرملي حضر الفرح وحضر كتب كتاب الله يرحمه الفنان الجميل الاستاذ نجاح الموجي، هو واسرته، الاستاذ محمود القلعاوي طبعا حبيبتي واختي وهلا فاخر، وهلا بقى هي اللي عملت لي بقى يعني هي اللي شاركت بقى في توضيب الليله دي وورد مش عارف ايه وكوشه ايه وبتاع، عملت حاجات يعني. والعشاء بتاع اللي هو اللي بيجي ده كده في يوم، واخد بالك، سعاد نصر والفنان حبيبي صديقي الاستاذ احمد عبد الوارث، يعني الحقيقه كان في كتير يعني، وفي كتير ما عرفوش. وطبعا احمد ادم بقى صديق عمري ما حضرش يومها لانه هو كان بره مصر يعني، وفتوح احمد، وفي كتير الحقيقه. واللي قام بقى بالليله وقتها الناس هتستغرب شويه، الفنان الكوميدي اللذيذ قوي هاني رمزي، لان هاني ايه كان هو يعني من عيله ميسوره اصلا يعني، فكان عنده عربيه يعني، فكان ده ما سابنيش بقى، كان هو اللي يعني ايه بياخدني في عربيته وزوقها لي وحاجات، ونروح نجيب العروسه واللوازم وكده.